أرضية الملعب، وفي لحظات ستكون فيها المباراة في إثارتها القصوى. يا لها من ليلة، يا لها من قمة، يا له من تيفو كان هنا في هذا الجانب بالنسبة لجماهير النصر، بانتظار الرد في الجانب الآخر بالتأكيد من جانب جماهير الهلال. يا لها من مباراة عذرا لكل قمم العالم ودربياته، وبالتأكيد كلاسيكيات. الضوء هنا كبير جدا، القمة هنا تستحوذ على أنظار العالم، المباراة التي يتم نقلها في أكثر من 110 دول، المباراة التي تحظى بمتابعة كبيرة جدا، قمة نجوم العالم. يا لي دقات القلوب أكاد أن أسمعها، يا لي دقات القلوب، إنه درب الخوف، درب الخوف. يا للشعور الذي يحيط بهذا الديربي، تشعر بالخوف وتنتظر المتعة في نفس الوقت، وكأنك في أخطر لعبة يمكن تجربتها في مدينة الملاهي. فهل أنت مستعد لذلك؟ فهل أنت مستعد لذلك؟ إربا تاليسكا، تاليسكا تقدم، الكرة تصل إلى كريستيانو، كريستيانو مكان، انطلاقة سريعة وصلت إلى مالكوم، بيلعب لك كرة تصويب، قوة هجومية، ساديو يتقدم، بيرسل لك كرة عرضية، دفاعات الهلال تعود، والكرة بعد ذلك إلى سافيتش، الله مالكوم، لكن التغطية تأتي، ماني بيلعب لك كرة عرضية، تاليسكا استلم، تاليسكا عدى، تاليسكا صوب، يا للهدف الأجمل الذي ضاع، يا للكرة، يا للحل الفردي. المطرب كان كاد أن يضع أغنية الأولى، كاد أن يقدم جديد تاليسكا في الديربي. ساديو تقدم، ولكن سعود مرة أولى ناجح تحت إدارة فنية برتغالية. كريستيانو إلى ساديو، ولكن الدفاع يبعده من سافيتش، كرة عرضية رأسية، شوف مترو والكرة، تمرير والهروب من ساديو ماني، ولكن الكرة أيضا بتدخل ساديو ماني، ساديو في مكان كريستيانو، تصويبة، تهديد ثاني للنصر، لكن الكرة في نص الملعب أو في نص المرمى، في مكان هذه المحاولة، هذه الكرة ساديو، ولك فوفانا يطلب، ساديو الكرة معه، صوب، مستحيل يصوب، اختار المرمى، ممكن العرضية، ممكن العرضية، ممتاز تلف في التغطية، بقي الخروج، وهذا الآن، هذا الآن مالكم، لا 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 لا، الهلال أدرى فرصا لا تهدر. في منطقة مريرة فيها كرة عرضية عادت بعد ذلك، والكرة الآن مرتاب، بيلعب لك كرة إلى كريستيانو، لو حدا بيرسل لك كرة إلى تاليسكا، وتاليسكا، تاليسكا في مكان، ولكن الكرة تصطدم، تنفست جماهير الهلال الصعداء، الحائط البشري يقف أمامه، المدح مالكم يحاول، ولكن النصر ينهي هذه اللقطة لمصلحة النصر. عرضية لابورت، الكرة بتتحول، كرة عرضية رأسية من تاليسكا في مكان، مالكم يخترق، عرضية، ولكن اللقطة الماضية مقطوعة يا مالكو، للروبن نيفيز، الكرة العرضية باتجاه المرمى ستصل إلى الكرة، بتصل الآن سعود عبد الحميد في منطقة الجزاء، لدى كرة إلى تاليسكا من بعيد، تاليسكا يريد الكرة ويرسل لك كرة، انظر من يعيدها، إنه ساديو ماني، والكرة من الرجل اليوم الذي سيعطي فرصة الحصول عليه. كريستيانو استلم ودار، كريستيانو الحل الفردي، بيلعب لك كرة عرضية، والكرة وصلت إلى سلطان الغنام، سلطان وقف، بيرسل لك كرة في مكان، عادت إلى فوفانو، لمسة تعود إلى فوفانو من جديد، يسقط، ماذا يقول الحكم في هذه اللقطة؟ لاعبو النصر يطالبون بخطأ، الإشارة تأتي في اللقطة الماضية، ويسكاستر حديث في مواجهة أخرى تجمع مع كريستيانو رونالدو بعد من بروسو، الكرة في مكان أطول من اللازم، طالت وتحولت بعد في حارس المرمى ياسين بونو اللي بيرسل لك كرة طويلة وعالية. الصافرة مشاهدينا تنهي أحداث شوط المباراة الأول، لكن رأي وتسلل في اللقطة الماضية على أندرسون تلي.
في مكان إلى تاليسكا. تاليسكا تقدم، كريستيانو يطلب الكرة ولكن محمد البريك يقراها بشكل ممتاز. صار فارس نجد يحاول والكرة يقف فيها مرور في التمرير. تاليسكا يا رب، مستحيلة يا تاليسكا، ما حكاية الفرص. 2-5-6 والكرة العالية والرأسية من لامور عن طريق ياسين بونو، محاولة الصعود بالكرة، روبن نيفيز لا تغيير، والكرة تصل في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب ساديو ماني. طالت الكرة، علي البلاهي في حديد، ساديو ماني في اللقطة الماضية، ضربة مرمى، الكرة تصل باتجاه ياسين بونو. الشوط الثاني مشاهدينا متابعينا، الدقائق اللي يبدأ فيها الشوط الثاني كم من أيمن يحيى يبحث عن الاتجاه، كريستيانو يبحث، لاعبي الهلال سالم عرضية، الكرة تسقط، الكرة تسقط، والسعود يصوب ولكن الكرة بتضيع، الكرة بتروح يا عبد الحميد، يا عرضية غير راية، كريستيانو يتلاعب يصوب لكن الكرة تصطدم الدور، كريستيانو وضربة، يدافع ويتراجع في بعض اللقطات، والكرة طويلة وعالية في مكان مترو بينزلها، صارت في نصف إلى ياسين بونو، هل تكون شباك نظيفة؟ ياسين بونو والكرة الطويلة والعالية والكرة تعود، خذ ممكن العرضية، عرضية ولكن الكرة فيها راية وتسلل. جابر مرتين انضاو أيضا، حقق هذه العرضية، قد تأتي ميشايل عرض ولكن لا نشاهد سعود والعرضية راسية، الله يسجل دائما للهلال، غاب الساحر وبقي السحر، بقي السحر، غاب نيمار ولم يشعرنا سافيتش بذلك، خل ملك الكلام، مترو لو كسر بيلعب لك كرة إلى مالكوم، كريستيانو، كريستيانو في نص الملعب بيلعب لك كرة في مكان باتجاه اللاعب الوش على القمة، الكرة تعود الآن، كريستيانو يصوب، الشباك الجانبية التي تحركت، أول تسديدة على لاعب بيلعب لك كرة، الكرة بتصل بالطول، كانت على طريقة، على طريقة هدف العربية التي العرضية إلى 14 مباراة متتالية بانتصارات متتالية، يريد أن يصل بشباك عن التغيير، بحثا عن التغيير، عبد الرحمن غريب لكن الكرة بتدخل لا تكتمل، يا سلام، متابعة، مستحيل مستحيل، هذه اللقطة كان فيها متسللا وألغي، كريستيانو ما زال يحتاج ويطالب بشيء في هذه اللقطة، يطلب الفار تقنية كاسترو، الكرة بتتحول الآن في مكان باتجاههم، غريب يتقدم مع سعود أو كوليبالي، غريب عدى، غريب عرض، الكرة من ساديو، عبد الرحمن غريب بيلعب لك كرة في مكان، هناك مباراة قد تجمعهم في دوري أبطال آسيا، يمنى إلى كريستيانو ولكن السقوط والاشتراك مع علي الفليت إلى بروسو، ممكن العرضية، عرضية ولكن شوف اللي الله على الهجوم الآن، سلطان الغنام لكن علي البلاهي، أوتافيو وتغيير الاتجاه إلى ساديو إن لم تسجل اليوم، نصر الغنام لكن العرضية في مكان، الرأسية في مكان ولكن ياسين بونو ونيفز يتصدون، سلامات سلامات كريستيانو في اللقطة الماضية ويطالب بخطأ، ماذا سيقول الحكم في هذا التوقيت؟ ماذا كان؟ ما زال يطالب بخطأ ونشاهد ونتابع، سالم، سالم تقدم، سالم عرض، لكن العرضية الرأسية، الهلال في القمة، الهلال في القمة، الهلال ينهي القمة ولا يريد، مترو لم، مترو مستحيل، مستحيل، القطار خارج القضبان، لا يمكن إيقافه أبداً ولا